يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يقول أحد المنتسبين للدعوة ضعف هذا الحديث ثم قال على فرض الصحة فإنه يفسر بأن المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مسؤول عنه إذا حصل له أذى من المشركين، فهل هذا الفهم صحيح؟ كله لا التضعيف ولا التأويل، كله ما هو صحيح، ولا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين ولا يقدر على إظهار دينه، يمنعونه من أن يظهر دينه، لا يقيم بينهم، تجب الهجرة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالموا أنفسهم بأي شيء؟ بإقامتهم ببلاد الشرك وهم يقدرون على الهجرة، أما إذا كان لا يقدر، الله جل وعلا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم.